كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن عالم يمكن من أهم الناس اللي اشتهروا بعلم الهندسة الميكانيكية. هندسة ميكانيكية في القرون الوسطى. أنا بتكلم على الجزري، أبو علم الحيل أو علم الهندسة الميكانيكية. بداية الاهتمام بقضايا علم الحيل ده كان في أقصى بلاد الرافدين في بلاد الجزيرة، وهناك ظهر شخصية فذة اللي هي شخصية الجزري في القرن السادس الهجري أو الثالث عشر الميلادي. ظهرت موهبة هذا العالم المسلم من بدري. الحقيقة هو حظى برعاية حكام ديار بكر اللي هي البلد اللي كان مولود فيها، فأصبح كبير مهندسي الميكانيكا في البلاط. والجزري كان ثمرة من ثمار العصر، تبلورت فيه ملامح الحضارة الإسلامية كلها. الجزري تألق في صناعة آلات ذاتية الحركة تعمل بالمية، وعمل ساعات مائية، وعمل آلات هيدروليكية، وابتكر حاجات كتيرة جدا الحقيقة طورها من اللي قبليه وزاد عليها كتير. كتب كتاب مهم اسمه الكتاب الجامع بين العلم والعمل النافع. شوفوا من وقتها هو مهتم ان العلم يرتبط بالعمل النافع، وده من اشهر الكتب بتاعت الجزري، وهو كتاب الحقيقه وضعه تحت رعايه السلطان الملك الصالح نور الدين محمود بن محمد. وصار الكتاب ده مصدر جامع لعلوم الهندسه الميكانيكيه النظريه والعمليه. الحقيقه الجزري قدم عدد كبير من التصاميم والوسائل الميكانيكيه والحيل في هذا الكتاب، وصنف الالات في ست فئات حسب الاستخدام وطريقه الصنع. ودي الفئات اللي وضعها الجزري هي اللي اصبحت التصنيفات اللي استعملت في اوروبا في عصر النهضه. هي نقدر نقول ان علم الجزري كان اساس من اسس نهضه اوروبا. فاعترف العلماء الاوروبيين بأهمية التصاميم اللي ابتكرها الجزري واللي نقلت إلى أوروبا. والحقيقة له إسهامات كثيرة سواء في تصميم الآلات أو في ابتكار المداخل الجديدة لحل مشاكل قديمة. الله يرحمك يا جزري على إنجازاتك الكبيرة اللي أدت بنا طبعا مش بس إلى عصر النهضة، إنما فيما بعد أيضا لكل الثورة بتاعت الهندسة الميكانيكية اللي طبعا زادت بصورة واضحة جدا أيام الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر.